I
Thank you.
مشاهدين برنامج الجيش الشعبي لتحرير السودان، رفقائي وزملائي في الكفاح وفي النضال، هذا زميلكم ملاك اليونا جوب يحييكم ويحبكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم الجيش في خدمة الشعب والوطن. احنا حبينا في بداية ان نقدم لكم صور عن معركة مالوت، لانه الشيء انت بتشوفه بعينك ما زي حاجة انت بتسمعه. علشان كده احنا قدمنا لكم في بداية انتوا تشوفوا صور بتاع معركة بتاع مالوت، وزي ما انتوا شفتوا صور بتاع معركة بتاع مالوت، انتوا شفتوا قبل زمن انتوا سميتوا انه الخاين جونسون أولين للمرة الثانية وللمرة الثالثة هو يتمرد ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان، ضد حكومة جنوب السودان، ضد الشعب في جمهورية جنوب السودان. وهو لما رجع احنا استقبلناه، عفيناه، رحمناه، واحنا اديناه كل شيء بما فيه، واحنا سكناه في واحد من احسن اللاكوندات، واحد من اغلى اللاكوندات. لكن ده كله وين عملناه لواء انسان طلع هو رقيب اول، ولما رجع عملناه لواء للفريق استاذ العسكرية ده في جنوب السودان ما في اي مكان. واحنا اتعاطفنا معه، واحنا اتعاملنا معه بحكم انه احنا عايزين سلام، احنا عايزين استقرار. لكن زي ايامات الفاتت انتوا سميتوا بعد ما احنا خدينا فيه ثقة، خدينا فيه كل الثقة وديناهم كل شيء، اديناهم المسؤولية بتاع قيادة القطاع الثاني، جميع القوات المرابطة في منطقة الملكال احنا خدناه في يده، الآليات من الدبابات ومن الرشاشات ومن أي حاجة خدناه في يده. في نهاية هو خان الأهل، خان الثقة اللي احنا اديناه، وانقلب ضد ملكال، والقوات بتاعه سيطرت على مدينة ملكال. والناس بتاعه كان بيسألوا انه كيف الجيش الشعبي لتحرير السودان يسمع لولين عشان يدوب كل الثقة ده حتى يدوب جيش ويدوب الأسلحة ويدوب أي حاجة. المهم ده مهم موضوع بتاع الليلة، ده مهم موضوع بتاع الكلام، لأن احنا وجدنا نفسنا في مشكلة. احنا لو ما ادينا الثقة للناس، الناس بيقولوا شكوكم ده بيخلق مشكلة. احنا لو ادينا الثقة في الناس، الناس بيسيئوا الثقة على ديناهم. احنا في مشكلة يا جماعة يا جنوبيين، احنا في مشكلة. زي ما بيقولوا انت ما بتثق في زول ما لم يكون في سبب انت ما تثق فيه. لكن احنا في جيش الشعب لتحرير السودان وفي حكومة جمهورية جنوب السودان، احنا بنثق في شخص لحد ما نلقى حاجة اللي بخلينا ما نثق في هذا الشخص. لكن بعض الناس ما بيثقوا في شخص الا بعد ما يعرفوا انه في سبب يخليهم يثقوا في ناس. فاحنا بنثق في ناس حتى نعرف في سبب احنا مخلينا ما نثق، زي ما الناس الكتار خدينا في ثقه والنازل خانونا والنازل اساءوا الثقه بتاعتنا واستخدموا الثقه بتاعتنا ضدنا. انا عايز اقول لكم مالوت الواقع على نيل العظيم دي منطقه اساسا ما كان فيها جيش. الجيش بتاعنا مترابطه في الحدود الشماليه، مترابطه في الحدود الغربيه، المحل اللي كان بيجي فوقه المتمردين.
فجيت بتاعنا في منطقه بتاعه ودكونا منطقه بتاع كاكا وتماشي للمستقبل دي محلات الخطوره. الجيت بتاعنا في شمال رام وشمال وقريب لمنطقه بتاع مابان دي المحلات اللي نتوقع فيه خطوره. ما كنا متوقعين خطوره من الخلق، لكن بعد ما المجرم الخائن جيمسون اولون بعد ما هو يعني نفس خيانه بتاعه في ملكان هو يتقدم بعد ما هو استولى على جميع الوابورات واستولى على كل المتفائيه، لانه كان القائد الثاني هو فضل تحت قياده، هو كان القائد بتاع قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في المنطقه، فهو فضل هناك ومن خلال وجوده كقائد بتاع السكتر اساس انه استخدم سلطاته وقدر انه يعني يجمع كل الدبابات وكل المدفعيه وكل شيء، وبدا هو يطرد ابناء القبائل الثانيه اللي ما كان من شلو بقى يطردوا، والناس قالوا لا الكلام ده كلام فيه خطوره. فهنا شفنا جيش الشعب لتحرير السودان بعد ما قوات بتاعت جونسون اولين بعد ما تقدمت تجاه ملود، وفعلا لان ملود ما كان فيها جيش والقوات دي اساسا احتلت ملود، وفعلا الخبر وصل للقوات بتاعتنا في منطقه بتاع بلود في منطقه بتاع دار في منطقه بتاع رام في كل المناطق حول ملود القوات بتاعتنا تجمعت، وزي ما انتم شايفين القوات بتاعتنا تحركت تجاه ملود، وفعلا القوات بتاعتنا مرارها كان عاليه جدا، لان منطقه بتاع ملود ومنطقه بتاع بلوج يعتبر شريان الحياه لجنوب السودان. حتى ولو دعت الضروره كلنا هنهارب في منطقه بتاع منطقه بتاع ملود ومنطقه بتاع بلوج ومنطقه بتاع دار، دي مناطق بتاع البترول بتاع جنوب السودان، دي المناطق بتاع الحياه بتاع جنوب السودان. عشان كده الجيش بتاعنا خلى كل الشغل اللي كان قايم بيه، اللي كان في حدود زي لواء سيبن بويرونيام ويتحرك من هناك، اللي كان هناك زي جونسون جودبلي واللي كان في منطقه بتاع بلوج ويتحرك هناك، احنا من الرئاسه هنا الفريق جيفز جوما مول هو نائب رئيس هركان العمليات ويتحرك من هنا، وبرفقه الفريق منار بوما لوين هو مفتش الجيش الشعبي لتحرير السودان، وبعض الكبار الضباط يتحركوا وينضموا هناك للمعركة، وكذلك حتى العميد منير دنيا كان قايم بالقوات الخاصة المفروض يمشي لمحلات معين. فعلا هو عرفنا انه منطقة بتاع بلوج ومنطقة بتاع أدار ومنطقة بتاع رام ومنطقة بتاع ملود من المناطق المهمة لينا كجنوب السودان. عشان كده الجيش بتاعنا خلى المواقع الثانية ده وخلى المهمات الثانية ده، والجيش بتاعنا هاجم الملود زي ما انتم شايفين الجيش بتاعنا بيهاجم في ملود بيهاجم في قوات بتاعة المجرم جونسون أولين، وزي ما انتم شايفين الجيش بتاعنا طبعا أولين كان بيستخدم الوابورات لانها كان فيها رشاشات كل الرشاشات اللي كانت بتاع الجيش الشعبي لتحرير السودان اللي استخدمناها في المعركه بتاعتنا مع المتبردين بتاع ريف مكه في منطقه بتاع ودكونا في منطقه مناطق ثانيه، الرشاشات كلها شايفين بتاع الوابورات تجمع الوابورات والرصاصات والموتر بوت، فعلا من خلال مرورهم في البحر قدر انه يهاجم المناطق اللي كان واقع على النيل، وفعلا قدر انه يقتل كثير جدا من المواطنين، لان الرشاشات اساسا كانوا تضرب في المواطنين تضرب في القرى، وفعلا لما القوات دي عرفت انه المتمردين وصلوا ملوك الجيش بتاعنا جاء، وانتم شايفين الجيش بتاعنا قدر انه هو يهزم المعركه بتاعت ملوك، وانتم زي ما شايفين البوابير بتاعت المجرمين الخونه البوابير دي بتحرق، انتم شايفين البوابير دي هي بتحرق، لان الجيش بتاعنا لما كان بيستخدم رشاشات ضد المواطنين الاغنياء ما عندهم سلاح كانوا بيقولهم قويين، لكن لما الجيش الشعبي لتحرير السودان جاء نالكم طاب بدبابات وجماده المعركه دي ما هي استقرت وما اخذت فتره طويله جدا، انما انتم شايفين هسه الوابورات الهرجة حسب تمشي النيل الأموال بشير ماشي ودي وشمال وهي بتحرك بقية بتاعة الوابورات أساسا هي ماشية الضفة الغربية، وانتم زي ما شايفين الجيش بتاعنا بيضرب المجرمين هم يبدأوا يجوا ف
في الوابورات، والوابورات بتحرك في وابورات تانية حساسة جاء في الضفة الشرقية، لأن الأمواج جاية من الضفة الشرقية بتحرك. فأنا عايز أسيب لكم فترة بسيطة جدا علشان إحنا نشوف الوابورات دي كم عددها كم، والوابورات دي كان فيها شنو، والوابورات دي أساسا كانت أساسا وابورات منو. ما يقول شكل لما تشوف علم بتاع جنوب السودان مرفوعة في هذه الوابورات، فعلا الوابورات دي أساسا كانت وابورات بتاع حكومة بتاع جنوب السودان، والوابورات دي أساسا كانت تستخدم في المنطقة، لكن طبعا وكان رافع علم بتاع جمهورية جنوب السودان. ففعلا واحد من المعجزات، وهتسمعوا في كلام بتاع قادة بتاع الجيش الشعبي لتحرير السودان، الناس حضروا المعركة دي، الوابورات هرقت، لكن علم بتاع الجيش، علم بتاع جنوب السودان، مع انه ده قماش الحديد هرب، الحدايد الشلوف، لكن العلم المصنوع من القماش العلم ده ما هرب. ودي مواجهه من المواجهات زي ما انتم شايفين، علم بتاع جنوب السودان لسه بتترفرف، والبابور المصنوع من الحديد المصنوع من شنو؟ البابور ده هرقت تماما، الاسلحه هرقت، شنو هرقت؟ لكن علم بتاع جنوب السودان ما هرقت. وهتسمعوا الكلام ده في كلام بتاع القادة بتاع الجيش الشعبي لتحرير السودان الأشرف على معركة مرلوط. وانتوا شفتوا كيف الجيش بتاعنا كسب المعركة، معركة بتاع مرلوط، وانتوا شفتوا الجيش بتاعنا كيف قدر يدمر ويحرق الوابورات ويحرق الرفاصات، وانتوا شفتوا بعينكم المجرمين المتمردين قاعدين يجروا، كثير جدا منهم غرق في البحر، كثير منهم مات حريق في الحريق في الوابورات، كثير منهم قدر انه او بسيط جدا قدر يعبر للضفه الغربيه. وده يا وقت الناس بيشوفوا الجيش بتاعنا كان بيضرب في هؤلاء. دي واحد معركه كبيره جدا، ودي اساسا لا شك ان المعركه دي كسر شوك بتاع التمرد. دي اول هزيمه، ولانه لما هو استولى على ملكان ناس ولين ظن انه هو قوي، لما هو كذلك كان بيمر في النيل وبيضرب القرى وبيقتل المواطنين وبينهب المواطنين وبيعمل حاجات كثيرة، كان بيشوف انه ما في جيش شعب لتحرير السودان. وفعلا لو حكوا يفكر زي لانه جيشنا كان بعيد جدا، ولين حسب الصيغه يا كان حرس بتاع الشعب، يا كان بيدافع الشعب في ملكات وعلى ضفاف النيل وفي المناطق، لكن هو انقلب ضد اهله وانقلب ضد شعبه وانقلب ضد جيشه وانقلب ضد الحكومه بتاعه، فهو خاين. عشان كده الجيش بتاعنا بعد ما هرب ولين هو اساسا تمرد، وهو تحالف مع رياض مشار وتحالف مع المتمردين بتاع رياض مشار، الجيش بتاعنا طبعا فعلا ما كان عنده خيار ثاني غير انه هو يهاجم ولين. وهو زي ما انتم شايفين الجيش الشعبي لتحرير السودان كسب واحد من المعارك الكبيره، ولا اعتقد انه هيكون في معركه اكبر من المعركه اللي احنا كسبناها في مرلوط. اساسا هو انسان بنعرفه، وانا اوريكم في بعض الحلقات لما جيمسون ولين لما هو عاد الى جنوب السودان انا كنت شاكي، وانا اجريت معه مقابله، وجيمسون ولين قال هو هو اساسا تمرد وانضم الى خرطوم. وانا ما بقول يتمرد، لان جيمسون ولين في 91 يوم خلى الجيش وجاء عمل نفسه تاجر بتاع ابو قال وبهايم في ملكال، وانا ما اعرف بعد شويه هو لقى نفسه بقى متمرد في الخرطوم، والخرطوم ده وكل شيء. وانت شوف يبدأ لما يستقبلناه جاب آليات وجاب حاجات كثير جدا، واحد سان ما يتوقع انه حاجات خافوا ممكن تديه لانسان هو ماشي ينضم لجنوب السودان. فكنا عارفين انه فعلا في مخطط، كنا عارفين انه في يعني برنامج ربما هيظهر في المستقبل. واحنا حسينا بعض القاده وبعض الناس المسؤولين في الحكومه انه يا جماعه لازم احنا نتابع ونراقب الناس اللي عايشين دي، كان بيقول له انت ما حاولت من بره ما قدروا يعملوا حاجه، حاربوا ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان في مناطق كثيره جدا وحزمناهم، حتى حاربوا مع قوات بتاع بشير في جاو وفي بانتار وحزمناهم. ففعلا عرفوا من الخارج ما حيقدر، فقال لهم انتوا ادخلوا جوا، ادخلوا جوا من الجو انت تقدر تلخبطوا. عشان كده ولين خشى جوا وناس كثير خشى جوا، وياو شفناهم الناس اللي كان خشى جوا والنازل بدأوا ينسوا البرامج بتاعتهم. فانتوا انا عايز اقول لكم انه فعلا المعركه دي اساسا شاركت فيها قوات بتاع الدفاع الثاني، وكذلك قوات بتاع التمساح يانجت، وقوات بتاع التايجا اللي احنا رسلناها من هنا،
وقوات خاصة وهدات بتاعت الدعم بتاعت الجيش الشعبي لتحرير السودان شاركت في المعركة دي وهزمت المعركة. فأنا عايز أهي وهني هذه القوات وهي وهني هذه الأبطال الذين أنجزوا هذه المهمة وكسبوا هذه المعركة. لأن زي ما كنت تسمع في التلفزيون وفي رواية العالم إنه المتمردين سيطروا على آبار البترول وسيطروا على مرلوط وفلوج وأدار ومحلات الكل. في الوقت إنه مسافة من مرلوط كان بيسيطروا على ده لخارج منطقة بتاع فلوج ما أقل من حاجة بتاع كم 30 كيلومتر. لكن طبعا الكذب أسرع من الحقيقة وفعلا الناس كذبوا إنه المتمردين سيطروا على مصافي بتاع البترول وسيطروا على مناطق البترول وعملوا حاجات كثيرة جدا. لكن يا هسا الرياح انقلبت وانا اعتقد انه اي متمرد هسا لسه جاهل لخالص هم جاهل ما هيجوا في نهاية ما هيجوا ما هيجوا فوقوا عملهم بدأوا حدود بتاع السودان ده عملهم. لكن ما في اي محل تاني ما في حفرة بقدر يخرطوه في جنوب السودان. فانا في هذا عايز اهي وهني رفيق الفريق جيمس جمع مهول هو نائب رئيس هيركان للعمليات هو بنفسه مشى عشان هو يشرف على عملية بتاع معركة بتاع ملول وكذلك شارك ورافقه في نفس المهمة الفريق منار بونغا بير مفتش بتاع الجيش الشعبي لتحرير السودان وانضموا إلى زميلهم الفريق جونسون بوين بليو وفعلا جاء من الشمال اللي هو ستيفن بويرونيان قائد بتاع الجاموس البطل وفعلا زي ما وريناكم شفتوا ناس اللي هو دلواتا وعميد منيال لوديا والضباط الكبار الكتار شاركوا في هذه المعركة. ففعلا جون بليو هو قال انه اساسا الجيش شكر الجيش شكر القوات لانجاز هذه المهمة وكسب هذه المعركة وقال لهم انه هو سعيد جدا انه يشوف انه جونسون أولين انهزم. وبداية بتاع الهزيمة بتاع جونسون أولين دي بداية لنهاية بتاع جونسون أولين دي نهاية بتاعه ودي يكون مش جونسون أولين براوة لا يكون نهاية لكل المجرمين ولكل المتمردين. لأن الحرب من ملول هتنتشر زي النار هتمشي كل الجهات اللي فيه متمردين والنار هتحرق كل متمرد اللي ما بقدر هو يسلم سلاحه ويستفيد من العفو العام رئيس الجمهورية كان نظره قبل كده. فأنا عايزكم تسمعوا تهية وتهنية من الفريق جونسون بوين بليو قائد قطاع الثاني. يقول أنه نيابة عن القوات بتاع SPLA 62 والقوات الدعم من خسر الجمهور ومن سكتر 3 أنا بشكرهم كلهم أنه ده انتصار لازم وانا دي ما قالوا قبل الديبكوك انه يمكن نهاية بتاع المرادات المؤامرات بتاع الناس يمكن يكون نهاية اللي قولت طبعا في الجنوب ده دير نانا كلنا يكون جنوبين لكن الناس القلوبهم بفكر عجاء تانين ده فيه فكرة بتاع خسارات الولو نعمل اللي حال بتاع ساوز السودانيس عشان نانا نسبد انه الجنوب ده الشهداء بتاعنا اللي من فقد أرواح بتاعهم من زمن بتاع 55 بسبب بتاع إنه لازم يكون أورين يكون إنه علم بتاعهم بعد وقت عشان كده العلم بتاع جنوب السودان بابورا ده كل حرك والعلم واقف هذا ساعة نحن بنتكلم فوق ده العلم بتاع جنوب السودان واقف في هذا النار وده مسهل في الدنيا إنه العلم ماش يبغى في النار وما يعرف. ده إشارة بتاعنا والعلم بتاع جنوب السودان ما بزول بنزل وتك. عشان يخد علم توتان ولا يغير العلم بنوتان ولا ينزل التان عشان يجي يرفعه ما يحصل ما يحصل. شو شوفوا بتاعنا برجع له ويدات بتاعنا في جنوان للرياضة بتاع عمرة سيفن بوي برضو نانا بشكر في جن 6 ويدات بتوع الدعم نور قاد مانا بشكر كسر جمهور القوات الخاصة هو تايجر بتاليان هو جانا هنا ده والقوات بتاع الديفن يونيت هو على راسه كومبلت كونغ هو كونغ تو هو جاء
جاي لاقب الانتصار الكبير ده وجوده من العاد بتاعي، وده إشارة لكل دول لسه ما تنظر نينا في مهاله وما تنظر نفقه ده عشان نقول له للناس اللي في ملقال اللي هم نقول قاعدين في ملقال زهم الناس زهم الناس، ونحن ما لنا مشكلة الشعب بتاعنا كله شعب واحد. انت دول الجرب يخاف من شلوك ولا انت ما لنا عايز اسم شلوك براوي انه شلوك من ما انه في جاي يتمرد في داخل السوق. انت سميلو كلام بتاع الفريق جونسون جوين بليو، وجونسون جوين بليو هو ناشر ناشر ونادى المتمردين داخل مدينة ملكة أو المتمردين لسه الحايمين وقال لهم عندكم فرصة بسيطة جدا، فرصة بسيطة جدا إنه تسلموا نفسكم ولو ما سلمتوا نفسكم ما تلومونا في النهاية، لأنه أنتوا اللي عملتوا الناس اللي قتلتوهم الناس اللي حرقوهم الناس اللي دفنتوهم أحياء والحريقة اللي أنتوا عملتوه والخسارة اللي عملتوه وسمعة بتاع جنوب السودان اللي خربتوه ما بيعفوكم. الطريقة الوحيد عشان تقدر تنقذ حياتكم تنقذ نفسكم إلا تسلموا الأسلحة. دي كلام بتاع جونسون جوين بليو. وجونسون جوين بليو قال كذلك إنه على الناس إنه يعرفوا المعارك أو الحرب الدائرة حاليا في شمالي على النيل أو في المنطقة بتاعي الدينغا وشلوك، ما حرب بين دينغا وشلوك ولا حرب بين حكومة وشلوك، دي حرب بين حكومة بين الجيش الشعب لتحرير السودان ومتمردين بتاع جونسون أولين. ما في أي شلوك يخطر في رأسه إن المعركة دي قاصر بيه وشلوك أبدا. هنا حاربنا جورج فويد كدينغا وحاربناه، هنا حاربنا تانغينيا، هنا حاربناه بيك ما شهر نهار فيه وحسر، وهنا حاربنا وهنا حارب أي زول. فأنا لما جونسون أولين لما هو يتمرد هو شركاو يجيبه ولا يشلوك حوله ها بما أنا عن حارب جونسون أولين وأي شركاو ماسك سلاح هو أساسا متمرد وأنا عن حارب، لكن الشركاو القاعد في جيش الشعب لتحرير السودان لا ناسب في كتير جدا ولا يشلوك هم بيحاربوا ضد جونسون أولين، والمواطنين تاع الشلوك زي كان مواطنين تاع النوير ما ينضموا لريال ماتشار هم مواطنين وحاربوا ضد النازل. فالحرب ما بين الدينكا وشلوك ولا بين شلوك وحكومه، دي حرب بين المتمرد جونسون اولين واتباعه بتاعه ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان وحكومه تحرير السودان. وفي نهايه تسمعوا كلام بتاع الفريق جيمي ذا جوما ماو نائب رئيس هركان العمليات، ده الشخص المسؤول من العمليات هو بيقول اساسا هدف بتاع المتمردين جونسون اولين هدف بتاعه هو اساسا كان داير يتقدم تجاه ابار البترول، لانه اسياد او ناس هنا وراه قال له هو بتاع جنوب في البترول، لو انت قدرت تحرق بترول تخرب بترول تطرد عمال بتاع البترول اكيد جنوب السودان هتنهار. فاساسا هو هدف بتاعه كان داير يمشي لابار البترول، ودي ما ممكن جنوب السودان يسيب اي متمرد يمشي فوق، دي اساسا شريان الحياه. قال كذلك انه هزيمه بتاعت المتمردين دي اساسا بدايه للتحول، دي بدايه لان اول معركه احنا نكسبها ضد المتمرد جونسون اولين، وفعلا الهزيمه دي هتستمر لانه احنا هنطارد المتمردين بتاع جونسون اولين هنطاردهم. احنا عارفين كثير جدا امداداته بتجي من الخرطوم، كل التسليح بتاعهم اي حاجه جاي من دوله السودان، لكن اننا ما عندنا مشكله مع دوله السودان، عندنا مشكله مع جونسون اولين، وانا هنطالب لخان ما هو يعبر الحدود وبعدها يبر في دوله السودان ما يجي جنوب السودان. انا عايزكم تسمعوا بعض المستفاد من كلام بتاع جيمي ذا جوما ماوود نائب رئيس هركان للعمليات. طبعا الكلام ده اولا بدا يتعايل شعبي الانتصار الكبير اللي هم عملوا شكلها بتاع مباري. طبعا ده انين ده نوري للناس بتاعنا في جنوب السودان على انه على دعيات اللي كانوا جنبو المتمردين على انه هم جايين في البترول كلام ده ما بتاعه ده ادله انه كل البابوران كانوا سبب كل ياوي تاهين تبقى مقبره بتاعه يا جماعه دول سلاح بتاعهم في السودان. ف انين ده يعني الكلام ده يمشي للشعب بتاعنا على موضوع بتاع الدعايات بتاع المتمردين على انه
ماشين يكل بترول ما موجود كلام ده موجود وينما يمكن ده دي بدي لأن هاي زاد بجات مورد بلده دامين أصلي بلده يلا يطلع ما طلع من بحر يلا يمشي لما هاي تاني يمشي بقينهم بعد هاي اللي جاي شاف الكلام اللي ده أقوله في النهاية لأن الحلقة دي حلقة إحنا قدمناها لكم لكن أنا هقدم لكم حلقة كامل عن معركة بدر ملول في الحلقة الجاية. الشيء أنا داير أقوله وإحنا جايين النهاية بتاع الحلقة دي عايز أقول الكلام الأخوان الزملاء اللي هو جون بليو والجنرال جيمس جون مول قالوا حاجة مهم جدا إنه الوابورات حرقت. أنتوا شايفين الوابورات شفتوا الوابورات حرقت شفتوا الرصاصات ولعت نار وهرق الخدمة وحتى الحديد هرق لكن العلم بتاع جنوب السودان يهودا فوق العلم ده النار ما قدر يحرق ده مو المعجزة يا جماعة حتى الدخان ساكن شوف المهر الآن ده قاعد فوق وشوف اللهب ده وشوف العلم ده ما يهرق أنت كجنوبي أنت كإنسان تقول ده شنو ده معجزة وده بوري إنه العلم ده أساسا من دماء بتاع ده ألوان ده ألوان شهداء بتاعنا اللون الأحمر لون الحرب اللون الابيض لون السلام الاخضر لون بتاع الزراعه ولون بتاع الخير الازرق والنجم لون المستقبل حاجات كثيره جدا عشان العالم بتاعنا ليه عالم جبناه بالدماء وجبناه بتضحيات كبيره جدا حتى نار ناس هربوا حديد هرب اي حاجه لكن عالم بتاع جنوب السودان ما هرب فانا عايز اقول لناس بتاعنا خاصه المتمردين بتاع جونسون ولوين أنا عايز أقول لهم إنه أنتوا سميتوا مناشرة بتاع جونسون جون بليو وقال لكم يا جماعة الحرب ما بين دينجا وشلو وإن كان أساسا في مشكلة بين دينجا وشلو ولو كان أنا في محل بتاع جونسون أولي كضابط بتاع جيش الشعب لتحرير السودان ما في حاجة بخليني أدخل في مشكلة بتاع أراضي مع المواطنين لأن أنا ما مواطن المواطن في أقاقة بقول هذا محل بتاعي المواطن في شلو بقول هذا محل بتاعي المواطنين الشرق والمواطنين الدينجا ممكن هم يقروا تاني ويناقشوا الموضوع ده. احنا كضباط في جيش الشعب لتحرير السودان والجيش مؤسسه قوميه ما مؤسسه قبليه. شنو بيشيل ضابط بتاع الجيش عشان هو يمشي يتكلم في موضوع بتاع الاراضي؟ لان الجيش ما مؤسسه ما بتاع كاونتي ولا بتاع قبيله ولا بتاع ولايه ده بتاع الدوله كلها. وده شيء احنا زي ما قلنا في البدايه انه فعلا ودينا ثقه في شخص ما تعب وكان نثق فيه. وانا اتمنى انه كلنا سواء كان في الجيش سواء كان في الحكومه علينا يا جماعه نستفيد من الدروس كثير جدا من هذا النوع حصل لكن كل مره بيحصل وما بنتعلم الدروس ما بنتعلم الدرس حبوا يا جماعه دورنا نستفيد من الدروس احنا شفنا الثقه اللي بنديه للناس عملنا شنو شفنا الثقه اللي بنديه للناس ما حبوا نثق فيهم عملنا شنو فانا بقول للمتمردين بتاعي جونسون ولوين انا بقول لكم يا انتوا يا اخوه والاخوات المعركه دي والحرب ده والتمرد ده المعركه ما بين شلوك وبين حكومه زي ما المعركه دارت او الحرب الماشيه ما بين نوير وحكومه ولا بين نوير ودينجا ده بين متمردين بتاع ريال مشهد وحكومه الجمهوريه جنوب السودان كذلك التمرد بتاع اولينجا دي الحرب ضد متمردين بتاع اولين ولا ضد شلوك علشان كده انه اي شلوكاوي هو ما طرف في الموضوع ده هو اساسا ما عنده مشكله وانا مناشد الجيش الشعبي لتحرير السودان انا اقول له اعرف من هم اعداؤكم في منطقه الشلو اعرف من هم اعداؤكم في منطقه الدينكا لان الابرياء المواطنين عن شلو ومواطنين الدينكا ما طرفوا في التمرد وما لهم علاقه بالتمرد الناس دي الناس اللي احنا رفعنا سلاح عشان ندافعهم دي الناس كلنا لازم ندافعهم فانتوا اعملوا حسابكم أفرز بين المتمرد وبين من ما متمرد النساء والأطفال والعجائز والمواطنين العاديين من الشلوك من الدينك النازل ما متمردين المتمردين يا متمردين جونسون ولون وده الناس اللي هنا من تعبهم وحتى المتمردين لو في إنسان هو عرف إنه غلطان وسلم نفسه هنا من أحبه وهنا من عمله كإنسان عرف الخطأ وعاد لبلده وعاد لشعبه هنا بنكرمه وهنا بنرحبه زي ما رحمنا بآلاف الناس اللي كانوا اتمردوا ورجعوا لجنوب السودان فالجيش بتاعنا
عمل حسابكم، احترموا المواطنين بتاعكم، احترموا الناس المعطرة في التمرد. لأن أساسا سامول وكمريد ديفيد أهيلا من استوديو بتاع الجيش الشعبي لتحرير السودان، احنا عملنا كبير نحتفل في اليوم الجاية بعودة مدينة الملكة إلى قبضة الجيش الشعبي لتحرير السودان وتحت سيطرة الحكومة بتاع جمهورية جنوب السودان. إلى اللقاء. Woo-hoo!